السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك اليوم في هذا الفيديو غنشوفوا لا سيكونس 5 لو موتور دو لا تكتونيك دي بلاك. شي حاجة اللي مهم خاصكم تفهموا كيفاش كترى ليا لا تكتونيك دي بلاك. قرينا لا تكتونيك دي بلاك هي ان الصفائح كيتحركوا اي سون اون موفمون، متفقين؟ وحدين كيتقاربوا من بعضياتهم وحدين اخرين تيتبعدوا من بعضياتهم، دونك اي سون اون موفمون اون دي تكتونيك دي بلاك. واخا شكون هو لو موتور دو سي تكتونيك دي بلاك؟ شكون هو المسبب؟ شكون هو السبب؟ شكون هو كييتا لوريجين دو لا تكتونيك دي بلاك؟ دونك لوريجين دو لا تكتونيك دي بلاك حرق لكم راح نقولها لكم ولا بلاتي. دونك غنتبعوا هاد لي اكتيفيتي كونسا اون فا كومبروندر ميو. دونك دابا هنا في هاد لو دوكيومون عارفين حنا ديجا كيف شفنا في الفيديو اللي قبل من اللي قبل ان لا ستركتور دو لا تيغ فيها ليتوسفير، متفقين؟ اللي هو لا كروت بلوس لو مونتو سوبيريور تبعو الاستينوسفير اللي هو لو مونتو مويان تبعو لو مونتو انفيريور تبعو لو نوايو اكسترن اي لو نوايو انتر اللي هو لا غرين. اوكي هنا متفقين. عبرنا لا تمبيراتور وحنا هابطين اون بروفوندور، عبرنا لا تمبيراتور لقينا بلي بلوس كون سونفونس في لا بروفوندور بلوس حنا غادي نهابطين في العمق، و لا تمبيراتور شنو كيطرى ليها؟ ال اوغمونت. هنا 1600 هنا 2700 هنا 4700 هنا 6700. اذا لا تمبيراتور كل ما حنا هبطنا في العمق كل ما لا تمبيراتور اوغمونت. واخا هذه حاجه الاولى. اذا وما عندنا هنا علاقه بالحراره لا تمبيراتور لا لا شالور انترن دو غلوب. اوكي ياك دابا اجيو فهموا معايا هذا لو دوكيمون حيت مهم. دونك لونفلوب بلاتي ما على دابا مزيان لونفلوب دو غلوب هو البارتي برانيه، متفقين؟ كاين لا كروت كونتيننتال وكاين لا كروت اوسيان وكاين المونتو. الفوليوم ديال كل واحد ماشي مشكل. هنا لا راديو اكتيفيتي فوليوميك، شنو هي لا راديو اكتيفيتي؟ لا راديو اكتيفيتي عندها علاقه بواحد لي راديو اكتيف بحال اليورانيوم. هاد اليورانيوم هو واحد الماده اللي كتكون نشيطه، متفقين؟ نشيطه بحال تقولوا نون ستاب، ماشي ثابته وانما نشيطه يعني قابله دغيا كت بحال بحال قلنا مثلا مناضه فيها بزاف لي غاز، دونك راها اكتيف الا خلطتيها بزاف وهذا وحده غادي تفرقع عليك. دونك راها اكتيف ماشي ستاب، ماشي بحال الماء تخلطوا هذا تحل ما يطرا والو. دونك هنا شحال كاين في لا كروت كونتيننتال؟ 165 اوسيانيك 16 وهنا 5.2. اوكي وهنا لينيرجي برودويت، شنو هي لينيرجي برودويت؟ هي الطاقه المحرره. هنا كاين 115 في 10 على بيسون في 10 يعني راه كبيره. هنا 3.2 وهنا 278. كنلاحظوا بلي في لو مونطو هاد لي راديو اكتيف طالعين بزاف، متفقين؟ دونك لا تيغ اي كونستيتوي دو ديفيرون روش فيها بزاف د الصخور، ومن بين هاد لي روش كاينين وحدين وهاد لي روش فيهم شنو؟ فيهم دي مينيرو، فيهم معادن، وهاد المعادن هما عباره عن دي زيليمون شيميك. ياك بعض هاد لي زيليمون شيميك متفقين كتكون فيهم كميه كبيره من لي غادياسيون. هاد لي غادياسيون كنسميهم لي راديو اكتيف، متفقين؟ شنو كيديروا؟ كيحرروا لي الطاقه. ديكشي شو حنا نازلين لا الحراره شنو قلت لكم؟ كيحرروا الطاقه، كيحرروا الحراره. دونك وحنا نازلين الحراره كطلع بسبباش بسبب هاد لي راديو اكتيف. هاد لي زيليمون شيميك كل ما هبطنا كل ما الكميه ديالهم كتكون كثيره، اذا كيحرروا ليا كميه كبيره ديال الحراره، متفقين؟ دونك لي غادياسيون ايميز سي ترانسفورم اون شالور. لو طابلو سويفون بريزونت لا برودكسيون دو شالور بار ديفيرون انفلوب. رمارك لا كالوري سيمبول كال، دونك هاد كال بحال مثلا من كنقيسو السعرات الحراريه كنقيسوهم بشحال من كالوري، متفقين؟ هي السعرات الحراريه. دونك il mesure l'énergie كتعبر ليا هنا طاقه. لا شالور est une forme d'énergie، دونك الحراره هي واحد النوع من الطاقه، متفقين؟ واخا
غنجيو هنا وغنزيدو نفهمو اكثر. انا عارفه بلي هاد لا بارتي اللي شرحت دابا تكون جاتكم شويه صعيبه، زيدوا تبعوا معايا وغادي تفهموا ان شاء الله. دونك لاكتيفيتي 2 عندي هنا لو كورون دو كونفيكسيون، هاد الكلمه عقلوا عليها، او هاد جوج الكلمات كورون دو كونفيكسيون. دابا درنا مثلا واحد المثال، متفقين؟ شدينا مثلا كومون جو في فوز اكسبيكي. المهم دابا هنا درنا الماء، متفقين؟ ودرناه فوق النار وشعلنا العافيه. شنو كنلاحظوا؟ باللي الماء كيولي كيدور في هذا الاتجاه، يقدر يدور في العكس ممكن. المهم دابا هنا مثلا كيدور في هذا الاتجاه، متفقين؟ الا حطيت هنايا جوج ديال البونجات قراب لبعضياتهم، اون فوا الماء يسخن وحده تمشي هنا وحده تمشي هنا. علاش؟ حيت الماء دفا وحده هنا ودفا وحده هنا. اكوز دو كوا؟ اكوز دو لا شالور، بسبب الحراره. دونك لتحت كيكون سخون بزاف، فكيضطر انه يطلع داكشي اللي سخون الفوق باش كيبرد. اون فوا كيبرد تعاود ينزل. نعاود نشرح دابا شي حاجه بحال راكم قريتوها في الفيزيك. شنو كيطرى؟ دونك الهواء اللي لتحت لو فون، شنو كيفاش كيطرى لو فون؟ دونك الهواء لتحت كيكون سخون، متفقين؟ كيطلع الفوق كيبرد، من كيبرد تيولي تقيل، من كيتقال تعاود ينزل لتحت، ينزل لتحت تيولي سخون، من تيسخن تيخفف تعاود يطلع. لا ميم شوز هنايا، لتحت الماء سخون دونك كيطلع الفوق باش كيتبرد، اون فوا كيتبرد تعاود ينزل تعاود يسخن، وكيبقى يدور بحال هكا. كنسميه لو كورون دو كونفيكسيون. وهذا الشيء اللي كيطرى في الكره الارضيه. دونك لتحت كيكون عندي سخون، لتحت سخون، فكيطلع داك الشيء اللي سخون الفوق، متفقين؟ باش كيتبرد، من كيتبرد تعاود ينزل لتحت. دونك البلايص اللي بحال هكذا شنو كيكون عندي هنايا؟ التباعد، هاد جوج كيتباعدوا، في حين ان هنا هو كيهبط وتلقاوه في الجهه اخرى حتى هو كيهبط بحال هكذا. دونك هما بجوج كيهبطوا بحال هكذا، بجوج كيديروا بحال هكذا، فشنو كيطرى؟ هاد جوج كيتقاربوا. دونك هنا الا مشى في دون سي سونس راهم كيتباعدوا، مشى في هاد لو سونس راهم كيتقاربوا. فهمتوني كيفاش؟ دونك شكون السبب في لا تكتونيك دي بلاك؟ شكون السبب في زحزحه القارات؟ يعني تباعد او التقارب ديال القارات هو لي كورون دو كونفيكسيون. وهاد لي كورون دو كونفيكسيون شكون السبب فيهم؟ لا شالور. ولا شالور شكون السبب؟ شكون اللي حرر ليا ديك لا شالور؟ هو لي زاليمون راديو اكتيف اللي كاينين في الصخور. انا غنكتبها لكم باش تعقلوا. غنكتب بحال الاسهم. دونك لا تكتونيك دي بلاك شكون السبب فيها؟ هو لي كوران دو كونفيكسيون. واخ هاد لي كوران دو كونفيكسيون شكون السبب فيهم؟ دونك لي كوران دو كونفيكسيون هما هادو. دونك هادو غادي يكونوا كيتقاربوا، و الا درت الاسهم غادي نجي اخرى يكونوا كيتباعدوا. هاد لي كوران دو كونفيكسيون شكون السبب فيهم؟ لا شالور. وهاد لا شالور شكون السبب فيها؟ متفقين؟ لا شالور شكون السبب فيها؟ هما لي زاليمون، متفقين؟ لي زاليمون شيميك راديو اكتيف اللي كاينين في الصخور، دون لي غوش، متفقين؟ دونك كتقول لكم استاذكم شكون السبب في لا تكتونيك دي بلاك؟ دونك السبب فيها هما لي كوران دو كونفيكسيون اللي كاينين في المونتو. هاد لي كوران دو كونفيكسيون في انجلت كاينين في المونتو، اوكي. هاد لي كوران دو كونفيكسيون حتى هما بنفسهم شكون السبب فيهم؟ لا شالور ليبيري باغ لي زيليمون راديو اكتيف اللي كيكونوا انستابل باش يوليو ستابل، اوكي. فوالا هادشي اللي كاين، خاصكم تعقلوا على لا ديفينيسيون ديال كوران دو كونفيكسيون، غادي تلقاوها هنايا لتحت. فوالا دونك كوران دو كونفيكسيون Ce sont des déplacements spontanés au sein d'une matière dans tous les points. Tous les points ne sont pas à la même température. Donc, il y a des points qui sont à la même température. Il y a des points qui sont à la même température. Donc, les points qui sont à la même température. Ces courants de convection présentent un mode de transmission du chaleur. Il y a des points qui sont à la mode de transmission qui sont à la température. C'est clair. Donc, c'est le résumé de la vidéo. Je vous remercie. ونشوفكم فيديو ماجي إن شاء الله. السلام عليكم.